رواية نشرت لأول مرة في عام 1969. لم يعلم كاتبها الأمريكي الشهير ماريو بوتس أنها ستخلده، وهي عبارة عن رواية جريمة. نقلب سير الأحداث المتصاعدة في 448 صفحة. إذ تتناول الرواية قصة حياة إحدى عائلات المافيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في مدينة نيويورك. سجلت منذ صدورها أكبر رقم في التوزيع عرفته أي رواية عالمية، فهي ما تزال تباع بالملايين في جميع أنحاء العالم بعد أن ترجمت إلى معظم اللغات، وقد اقتبس منها فيلم ضخم رسخها في قلوب محبيها، رواية العراب. تدور رواية العراب التي صدرت عام 1969 حول البطل فيتو كورليوني، كبير وزعيم عائلة كورليوني، والتي يشير اسمها إلى موطنه الأصلي الذي هرب منه في صقلية. كان فيتو قد أنجب 4 أبنائهم سوني وفريدو ومايك وكوني، وتبنى طفلا خامسا اسمه توماس هاغن الذي أصبح مستشار العائلة لاحقا. على الرغم من أن اسم العراب قد يشير إلى فيتو كورليوني، إلا أن ابنه مايكل كورليوني هو الذي يجسد الشخصية الرئيسية في الرواية، حيث أنه يأخذ مكان والده في زعامة إمبراطورية عائلة كورليوني. تتصاعد الأحداث بعد الحرب العالمية الثانية بين عائلات المافيا الخمسة الموجودة في مدينة نيويورك، إذ يصاب الزعيم فيتو كورليوني بعيار ناري من أحد الرجال الذين يعملون عند شخص يدعى فيرجيل سولوتسو، وهو تاجر مخدرات شهير. ونتيجة لإصابة فيتو يستلم ماسكول وسوني زمام أمور العائلة، إلى أن تتصاعد الأحداث في نهاية الرواية. حولت رواية العراب إلى فيلم صدر في عام 1972، وهو عبارة عن فيلم جريمة أمريكي. أخرج الفيلم فرانسيس فورد كوبولا، وهو من بطولة كل من مارلون براندو والباتشينو. وقد ظهر الفيلم في 3 أجزاء، فقد ظهر الجزء الثاني منه عام 1974، وظهر الجزء الثالث عام 1990. يعد فيلم العراب من أشهر وأعظم الأفلام في تاريخ السينما العالمية، وواحدا من أكثر الأفلام السينمائية تأثيرا في التاريخ، خصوصا فيما يخص أفلام العصابات والمافيا.